تعالوا نشوف الفيديو الثالث. ليه مصطفى الأهم بالنسبة لنا القانون المصري بيقول إنه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية وعنده شهادة يعني معتمدة أو شهادة جامعية أو مؤهل عالي، فالموضوع ده بيبقى متحقق. أي شهادات أخرى ماجستير دكتوراه دبلومات دي بتبقى حاجات كلها بنعتبرها يعني شيء إضافي. طبعا ماجستير والدكتوراه واللي دي حاجات إضافية، أنا ما بكدبكش في دي، لكن معاه بكالوريوس معاه بكالوريوس، بس على فكرة خبرة عملية. الحاج محمد عبد اللطيف كل فيديوهاته بيقول أنا بقالي 25 سنة في مجال التعليم. على فكرة يا حاج محمد يا عبد اللطيف ويا حاج مصطفى مدبولي، تحية تقدير واحترام لبواب المدارس، أنا لا أهينه، لكن لو بواب المدرسة بقاله 25 سنة بيشتغل في المدرسة هو برضو عنده خبرة علمية، ينفع أجيبه وزير؟ ينفع أقول عليه وزير تربية والتعليم وعينه وزير تربية والتعليم؟ صحيح لو معاه بكالوريوس المانع، بس عنده خبرة. على فكرة بواب المدرسة ليه احتكاك بالطلبة أكتر منك يا مدير تنفيذي؟ الطلبة غالبا دايما بتقف تهزر مع البواب، بتقف تكلمه، في بنت بتعيط تروح تقول للبوابة ولا البواب ومراته ولا 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 ولا، فعنده خبرة علمية ممكن يكون أكتر منك. اللي الحاج مصطفى مدبولي بيقول يا القانون بيقول لازم يكون عنده خبرة علمية، هو إن هو شغال في شركة مش عارفه ايه education ومش عارفه فيوتشر ومش عارفه ايه كده، بقى عنده خبره علميه؟ يعني حواريك شويه صور دلوقتي، لو الحاج محمد عبد اللطيف فعلا قادر على حل هذه المشاكل يبقى فعلا يستحق ان يفضل على الكرسي. لو ما يعرفش، لو انا منك انا بنفسي اقيل نفسي او استقيل. طيب شوف اللي بعدها بعد اذنك يا مينا، بصوا ده محمد عبد اللطيف بيقول ايه. كان الهدف من دراستي للدكتوراه هو فهم التعليم اونلاين، وسافرت الى امريكا واخذت دورات تدريبيه في جامعات دوليه مثل هارفارد. لما اخد دوره تدريبيه، يعني ايه كلمه دوره تدريبيه؟ على ايه؟ على التعليم اونلاين. انت رحت اهو، وكان الدافع من التعليم الاونلاين هو الشغف لمعرفته، تعليم اونلاين وليس الهدف منه العمل فقط. يعني هو شغفه كله او حبه كله او جنانه بانه يتعلم تعليم اونلاين، يدخل في التعليم اونلاين. لكن دخلت دورات تدريبية في جامعة هارفارد، قدمت ولا هو كلام؟ قدمت ان انت حصلت على دورات تدريبية تخصصها ايه؟ يعني انا خدت دورات تدريبية مثلا في الكمبيوتر، دخلت مجال الكمبيوتر ودخلت فيها دورات تدريبية بالفعل، بعد ما بخلص الدورة التدريبية بيدوني شهادة بيقولوا لي انت حصلتي او اتممتي الدوره التدريبيه بتاعتك المده من كذا لكذا في كذا وتخصص كذا في مجال الكمبيوتر مش عارف ايه، وهذه شهاده منا بذلك. ولا انت بغبغان؟ انا دخلت جامعه هارفارد اثبتت ان انت اخذت دورات تدريبيه في مجال ايه؟ اونلاين، تعليم اونلاين. السؤال بعدها يا مينا، أرجو أن المدة الطويلة تكون كافية لتكوين الخبرة التي أعمل عليها كوزير. يعني إن هو شغال عند ماما 25 سنة فدي تديني الأحقية إن أنا أبقى وزير. ده محمد عبد اللطيف. الخبرة أو المدة الطويلة اللي هو اشتغلها تديله الحق إنه يبقى وزير. طب أنا قلت لك بواب المدرسة خبرة 25 سنة من حقه يبقى وزير، وممكن يقومك من مكانك
ويقعدك ويقعد هو. صدقني لو البواب بتاع المدرسه معاه البكالوريوس يستحق ان يقعد عليها اكتر منه، لان انت كذاب، لان انت مزور، لان انت فاشل. هو معاه بكالوريوس او ليسانس، ما زورش ماجستير وما زورش دكتوراه، يبقى هو احق بيها منك. مش المده الكافيه هي اللي تخليك وزير، لا. بص بقى، عندي خبره في التعليم اكتر من 25 سنه. وزير التعليم يرد على اكاذيب حصوله على دكتوراه وهميه. سيبكم من كل ده، كان هدفي دراسه الدكتوراه فهم التعليم الاونلاين، يعني فقط التعليم الاونلاين. عندي خبره 25 سنه مع الطلبه والمدارس. اكتر شخص يعرف ويشعر بالضغط على طلبه الثانويه العامه، الثانويه العامه هي تجربه قاسيه على الجميع، الطلاب والمعلمين. سنسعى لحل ازمه الكثافه، ده اللي قاله في فيديوهات كتير قوي. سافرت امريكا واخذت دورات تدريبيه في عدد كبير من الجامعات. خليك شجاع يا حاج محمد عبد اللطيف، وطلع لنا ما يثبت ان حضرتك دخلت الدورات التدريبيه دي، وايه نوع الدورات، وايه نوع المجال اللي انت درسته في هذه الدورات التدريبيه. لكن غير كده انا ما بحب الشغل البغبغانات. وقالوله قالوله يعني انت كده بتقول لنا قالوله انا دخلت وخدت دورات تدريبيه. دورات تدريبيه في ايه؟ في عدد كبير، مش جامعه هارفارد زي ما هو قايل، جامعه هارفارد، في عدد كبير من الجامعات اللي هم ايه بقى ان شاء الله غير هارفارد؟ ما احنا نعرف برضو الجامعات اللي هنا، يعني قول لنا ايه اسماء الجامعات اللي انت، عدد الكبير اللي انت رحته، نوع الدورات التدريبيه، الدراسه اللي حصلت عليها، ايه الشهادات اللي خدتها بعد ما انهيت الدورات التدريبيه. بس غير كده يبقى المفروض ان انت تسجن. اللي بعدها، مش بقول لكم الفضيحه بقت بجلاجل؟ اهو محمد عبد اللطيف ايجيبشن نيو ايديوكيشن مينستر هاز فيك، فيك يعني مزوره، يعني مش اصليه، يعني ملعوب فيها، فيك بي اتش دي. فضيحتك بقت بجلاجل يا حاج، ولسه عايز تقعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده دلوقتي للاسف.